أي يعني يا ريت ما تنسونا من الاشتراك بالقناه والشير واللايك والسبسكرايب موضوع حلقتنا اليوم عن الصداع النصفي المايجرين او الشقيقه هو هو الصداع هذا بيصير دائما بنصف الراس يعني يا باليمين يا باليسار وهي بيبدا انه انه الاويه الدمويه والعضلات بيرسل اشارات عصبيه الى الراس فبيصير الالم بيصير بالراس آه طبعا شو آه شو بداياته بس شو اعراض آه شو لون ببلش هلا احيانا بيصير مشاكل بالرؤيه آه احيانا بنحس انه بي آه بتعب بشعور بالاقياء غثيان آه ارهاق آه مثلا آه مثلا آه وجع بالعيون ممكن يسبب ما بنقدر نسمع صوت عالي او ضوء او ما بنقدر نشوف ضوء قوي وهو شو اسبابه اسبابه احيانا انه مثلا مثل سن الياس اختلال بالهرمونات مثلا حساسيه لطعام معين مثلا اذا شربنا كاكاو اخذنا مثلا مثل, مثل <هز |tr|> <grave> البرمجان والشيدر والجبنه اللي غنيه بالتيرامين او الاطعمه الغنيه بالنترات اللي هي مثل النقانق او بعض اللحوم او مثلا مثلجات الايس كريم مخلل المخلل كمان ممكن يسبب او يزيد من سوء الشقيقه او الصداع النصفي الفواكه المجففه كمان بتزيد من اعراض الصداع النصفي آه كمان ممكن مثلا عندنا مثل ما قلنا كمان شو بيسببنا هذا الصداع مثلا ارهاق آه ما نمنا منيح قله نوم آه مثلا آه تعب عصبي آه تعب نفسي اكتئاب مثلا مثلا في بعض الروائح مثلا الكيميائيه او العطور ممكن تاثر علينا البرد مثلا ممكن يسبب لنا الصداع نصفي آه ارتفاع الضغط كمان كمان لازم كمان يكون ضغطنا طبيعي آه هلا شلون ممكن نحن مثلا نعالجه هلا في ادويه ممكن يصرفها يصرفها يوصفها الطبيب للمريض بس يعني هي ممكن هي معظمها مسكنات للالم يعني بتخفف منه هلا في طرق تانية هي الطب البديل وطرق تانية بالمنزل ممكن نساويها هلا مثلا اذا صار معنا قبل يعني حيصير معنا نوبه الصداع بدايه نوبه الصداع او الصداع ففينا انه ندلك بين بين الابهام والسبابه هون هاي المنطقه هي بالذات مربوطه بالـ بالـ بالراس تدليك منيح لمدة من ربع ساعة ممكن تخفف آثار الصداع. اثنين ممكن ما نسان الاسترخاء نتعلم طريقة الاسترخاء نسترخي مثلا ربع ساعة نريح أعصابنا. مثلا لعب رياضة كمان مثلا اليوغا كمان كمان بتساعدنا التأمل. بتساعدنا كثير بتخفيف يعني اعراض الصداع النصفي احيانا المي الفاتره بتساعد او المي البارده بتساعد بتخفيف الالم هلا هذا الالم ممكن يكون عده ساعات وممكن يستمر ثلاث ايام يعني الم شديد بيكون فعلا ما لا يحتمل لازم كمان ننام منيح اذا نمنا منيح كمان بيتخفف الضغط الدم وبيخفف اعراض الشقيقه على من المواد الغذائيه اللي ممكن لازم ناكل اغذيه غنيه بالمغنيسيوم المغنيزيوم مثل السبانخ، اسماك، موز، الذره، افوكادو كمان هذا بفيد بتقليل خصوصا خلال الدوره الشهريه او سن الياس او الحمل حتى، بتخفف اعراضه. آه مثلا ممكن ناكل مثلا نشرب الزنجبيل كمان مفيد جدا لتخفيف الشقيقه. آه ممكن نشم زيت اللافندر في ربع ساعه مثلا نشمه بيخفف اعراض الشقيقه. آه زيت الريحان كمان نشمه كمان ممتاز جدا آه القهوة إذا بنشرب قهوة كمان مفيدة جدا الكافيين مفيد بخفف التضيق الأوعية الدموية بخليها أنه ترتاح يعني الدم يجري بدون مقاومة اليانسون كمان اذا بناخذ اليانسون كمان مفيد جدا مضاد التهاب وفي الاكتئاب وبيخفف كمان الشد العضلي الشد العصبي كمان آه لازم بس ناخذ بحوالي 50 إلى جرا... 50 ل 150 ملغ باليوم في عندنا مستقلص الصفصاف كمان مفيد جدا الروزماري الـ الكليل الجبل مفيد جدا النعناع كمان اذا بنشرب بيخل... بيخفف تقلصات العضلات الزيزفون كمان بي... بيهدي بيعملنا ته... هد تهديه بيهدينا والزعتر كمان اذا كمان اخذنا زعتر بري طبعا اذا شربناه وغليناه وشربناه هذا بيخفف كمان التوتر كمان شيء مفيد كمان للعيون اللي بيصير عندهم كمان يعني انه ما بيعد الرؤيه واضحه قبل قبل ما تصير نوبه قبل ما يصير الشقيقه وجع الشقيقة انه يلبس كنزه شمسي او يخفف الاضاءه ويبتعد عن الضجيج كمان مفيده جدا بتخفيف اعراض الشقيقه Uh, شكرا لمتابعتكم لا تنسون تشير اللايك سبسكرايب والسلام عليكم